أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. معكم مدرستكم الست غفران داود. درسنا اليوم الرياضيات للصف الرابع العلمي، محاضرة رقم 18. موضوعنا اليوم هو ميل المستقيم، وميل المستقيم هذا الموضوع جدا مهم، أريد الانتباه عليه بصورة جيدة. عندنا أول شيء تعريف، تعريف 6.1 يقول إذا كان عندنا A إحداثي X1Y1 والB X2Y2، هسا يريد مني ميل المستقيم المار بهاي النقطتين A وB. إذن من يريد مني ميل مستقيم مار بنقطتين، راح أجعل القانون ميل المستقيم AB هو راح يكون Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1، بشرط X عندنا 1 لا تساوي X2، سبب X1 لا تساوي X2 لأن إذا X1 ساوت X2 المقام صفر، وإحنا قلنا ما يصير المقام صفر، يصير كمية غير معرفة. إذن التعريف إيش راح يقول لي؟ ميل المستقيم المار بنقطتين، من يعطينا نقطتين ويريد ميل المستقيم المار بنقطتين، نجي نطبق هذا القانون فيقول ميل المستقيم AB، أي هذا إحداثيها وبي هذا إحداثيها، القانون هو Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 بشرط X1 لا تساوي X2، عرفنا السبب. هذا القانون جدا مهم، راح يفيدك عدة سنوات بالرابع وبالخامس وبالسادس، انتبه له. نجي على ملاحظات، هاي ملاحظات أيضا جدا مهمة. أولاً الملاحظة الأولى يقول إذا كان Y2 ناقص Y1 يساوي صفر، نلاحظ هنا وين Y2 ناقص Y1 بالقانون بالبسط تساوي صفر، صفر على أي كمية شي يساوي لنا صفر، يعني أن ميل المستقيم AB صفر إذا كان Y2 ناقص Y1 يساوي لنا صفر، أي أن من يكون يطلع ميل المستقيم صفراً يساوي صفر، يعني المستقيم AB لمن يوازي محور السينات، لأن ميل محور السينات هو صفر. فإذا ميل أي مستقيم يطلع صفر، نقول هذا المستقيم لمن يوازي محور السينات، بمعنى أن ميل محور السينات يساوي ميل كل مستقيم موازي له يساوي صفر. إذا هسه يصير ببالنا أنه من يطلع ميل المستقيم صفر يعني يوازي محور السينات، ليش؟ لأن الواي 2 ناقص واي 1 صفر، وصفر على أي كمية وصفر. هاي الملاحظة الأولى. نجي على الملاحظة الثانية، إذا كان X2 ناقص X1 تساوي صفر، إحنا قلنا X2 ناقص X1 وين موجودة؟ بالمقام، وقال لي X2 ناقص X1 صفر تساوي صفر، يعني أن ميل المستقيم AB غير معرف. السبب قلنا ما يصير المقام صفر، يصير كمية غير معرف. إذا كان X2 ناقص X1 يساوي صفر، يعني المقام صفر، في هذه الحالة يكون ميل المستقيم AB غير معرف. من يطلع غير معرف أي أن المستقيم AB المن يوازي يا محور محور الصادات، لأن ميل محور الصادات هو غير معرف. إذا لحد الآن عندي ملاحظتين، لما ميل المستقيم يطلع صفر يعني هذا المستقيم يوازي محور السينات، لما يطلع ميل المستقيم غير معرف يعني هذا المستقيم يوازي محور الصادات، بمعنى أن ميل محور الصادات يساوي ميل كل مستقيم موازي له ويكون غير معرف. هذه الملاحظة الثانية. راح نجي على الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة تقول إذا كانت Q قياسا للزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم AB مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، يعني هسه المستقيم AB لا يوازي محور السينات ولا يوازي محور الصادات، ولكن يصنع لي زاوية اللي هي Q مع منه؟ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.
فإن ميل المستقيم أي بي يساوي تان كيو. إذن كيو تنتمي للفترة صفر مغلق 180 درجة مفتوح ما عدا 90 درجة، ما عدا 90 درجة. إذن بهيك حالة راح يكون الميل، ميل المستقيم أي بي راح يساوي لنا تان الكيو، ميل المستقيم أي بي راح يساوي لنا تان الكيو. إذن هسه إحنا عزيزاتي الطالبات ثلاث ملاحظات أخذنا ننتبه لها ونخليها ببالنا. إذا طلع ميل المستقيم يساوي صفر فالمستقيم يوازي محور السيناء. أما إذا طلع ميل المستقيم غير معرف المن يوازي محور الصادع. هاي المستقيم أي بي مرة راح يكون يوازي محور السينات، مرة يكون يوازي محور الصادات. أما إذا كان المستقيم أي بي لا يوازي محور السينات ولا محور الصاد ولكن يصنع زاوية قلنا مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، في هذه الحالة راح يكون عندنا الميل، ميل المستقيم أي بي يساوي لنا تان الكيو، يساوي تان الكيو. الميل، ميل أي المستقيم أي بي يساوي تان الكيو، والكيو خليها ببالنا تنتمي للفترة مغلق صفر بمية وثمانين مفتوح ما عدا 90 درجة، لأن تان 90 هو غير معرف، لأن الساين على الكوسين واحد على صفر يصير غير معرف، ما عدا، ولهذا قال لي ما عدا 90 درجة. هذا كملنا الملاحظات الثلاثة. نجي على مثال رقم 6. قلنا جد ميل المستقيم المار بالنقطتين أي وبي، أي إحداثية الزوج المرتب 2-3 وبي إحداثيها الزوج المرتب 5-1. هاي نعتبرها X1-Y1، هاي X2-Y2. قلنا ميل المستقيم المار بنقطتين شنو هو القانون؟ الميل، فيكون ميل المستقيم أي بي Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1، وقلنا هاي X1-Y1 وهاي X2-Y2، فـ Y2 ناقص Y1 1 ناقص 3 على X2 ناقص X1 5 ناقص 2. إذن 1 ناقص 3 سالب 2 و5 ناقص 2 3. إذن طلع ميل المستقيم المار بهاتين النقطتين سالب 2 على 3. هذه كانت محاضرتنا على ميل المستقيم.